مواصلين معك دكتور عبد الإله المدني، مختص في طب الأطفال والأمراض العصبية عند الطفل ومرض الصراع عند الطفل. أهلا وسهلا بك دكتور. صباح الخير. صباح الخير. إيش أخبارك؟ لبس عليك. الحمد لله. مرحبا بك دائما دكتور. وإحنا كنتكلموا حول الصراع وعطيتنا تفسير مبسط سلس لهذه الحالة المرضية اللي ممكن تبان دكتور كما قلتي يمكن في يعني في أواخر العمر، وممكن تبان في أولى شهور الرضيع، وممكن تبان دكتور حتى في الكرش إذا كان الوليد سيصاب بهذا المرض هذا. طيب نعود معك غير واحد تذكير بسيط بهذا المرض هذا بشكل مبسط أكثر. شكرا لك دكتور عبد الإله المدني. بحال اللي قلنا هو المخ ديالنا تيخدم بالضوء. نعم. المخ تيقول دير هاد الحاجة وكيمشي ديك التيار الكهربائي لديك العضو اللي خصو يدير واحد الوظيفة. نعم. إن المخ ديالنا داير بحال التليكوموند. نعم. مبرمج. نعم. ومني كيوقع واحد العلل في ديك التيار الكهربائي ما كيبقاش يدير الوظائف ديالو. نعم. وكيعطينا بحال اللي قلت البارح بحال ديك لو كود سيركوي في الدار. نعم. بحال اذا الطفل كيقدر يعطي بزاف ديال، بما ان المخ كيتحكم في بزاف ديال الحوايج، كيكون عندنا بزاف ديال الاعراض. والمهم في هذا الشيء اللي بحال اللي قلنا كاين تما اللي كنسميهم العلامات وكاين الاعراض. نعم. العلامات هو الطبيب اللي كيقلب عليهم كيشخصهم باش يعرفوا هو الصراع واي نوع من الصراع. اي نوع كاين. نعم. انواع كثيره من الصراع. نعم. وكاين الاعراض هو المريض اللي كيحس بها ولا العائله وهي اللي كيقولها للطبيب. وهنا تنبغي نسطر واحد الحاجه اللي ولات مهمه وكتعاون التعاون ما بين الاسره وما بين الطبيب. بأن فعلا. نعم. هي بان العائله يصوروا دابا كل شيء عنده التليفون وكل شيء عنده الكاميرا في التليفون. نعم. يحاولوا يصوروا لنا ديك الطفل وهو كيدير النوبه. نعم. لان ماشي بحال كنعاود قلب عينو تجبد، لان داك الشيء فيه علامات صغيره. نعم. كل حركه عندها معنى. نعم. كيكون الطفل كيدير النوبه. اذا ياخذوا واحد دقيقه ولا جوج ويصوروا. نعم. ديك الطفل كيدير النوبه ديالو، لان حنا ملي كيجي وكيجي مع التليفون تيوريها لنا. نعم. تيسهل علينا الماموريه بزاف. اذا هنا من خلال يعني هذا التصوير هذا وهذه الصوره اللي كتقربكم اكثر دكتور من نوع الصرع. هو انواع. آه. ياك دكتور، وكل نوع عنده اعراض معينه. نعم. تفضل. فعلا. وكاين جوج ديال الكبار، جوج ديال المواضيع اللي في هذا الصراع. اذا بغينا نقول كاين الصراع اللي كيقتص المخ كامل، الدماغ كامل. أه. وكيتسمى صراع عام كلي. وكاين الصراع كلي. وكاين الصراع تيقتص غير واحد البلاصه الدماغ وتيكون جزئي. نعم. اذا شنو هما الانواع اللي كثيره ومعروفه؟ نعم. هنا هذيك اللي نعرفينها العاميه هي بانه تيكون غادي تيغوت كيطيح تيعض في لسانو تيقلب عينو تيتجبد كتخرج ليه واحد الكشكوشه من فمو. تتخرج الكشكوشه كيوقع المرات التبول ومن بعد تبدا كيفركل بحال شي غتحنا شي حاول شي حاجه كيبقى يفركل برجليه. نعم. يفركل بيدو برجلو. نعم. ومن بعد كيتجبد كله بحال كيولي كله قاصح. ومن بعد ملي كتبقى واحد ساعة وهو في الكومة. نعم. بحال كيرجع ديك لأن ديك واحد قسم ديال ديك لاكريز بحال تمشيتي واحد 15 كيلومتر على رجليك. نعم. إذا هذيك من بعد بحال كيرجع القوة ديالو في العضلات. لا بحال درتي بحال قلت لك 15 كيلومتر كتجري. نعم. نعم دكتور. هذه هي اللي معروفه بزاف، وهذه خصنا نديروها لقيناها في الزنقه مثلا نديروها على جنبو يا اليمين يا اليسار. شكرا لك على هذه النصائح. لانه رحنا كنتصادفوا يعني مع مريض بالصرع وما كيحضرش لنا كيفيه التعامل مع هذا المصاب بالصرع. دكتور شنو نصائحك اللي تقدم؟ دونك يديروا على جنبو اليمين ولا اليسار. ما يعطيوهش يشرب كنأكد عليها، ما يعطيوهش ياكل كنأكد عليها. لانه ديك الساعه اي حاجه تمشي في الرئه وتمشي للبلعوم. نعم. وكنخلقوه. نعم. تمشي غادي يمشي للبلعوم. يمشي للقصبات الهوائيه. نعم. نقدروا نخنقوه، تنحاولوا نديروا له مثلا شي طرف ديال الثوب ولا اي حاجه بين سنانه باش ما تيعضش لسانه. بعد ما تيعض على لسانه حتى كيطير اللسان. نعم. نعطيوه كل شيء كيتجمع، تنخلوش الاكسجين يوصل له، نحاولوا نبعدوا عليه، ماشي كل شيء كيطل وكل شيء كيجمع.
وكيبدا مع المرأة تبدا يفركك كذا براسه مع الارض. نعم. وكيتجرح. نعم. اذا نحاولوا نحيدوا اي حاجه يمكن تكون حاده ولا يمكن تشكل خطر. نعم. تضروا وكنحاولوا نعيطوا في ديك الساعات الاسعاف او اقرب مستشفى. كدوم هاد النوبه 10 دقائق تقريبا دكتور. على حساب على حساب على حساب كاين اللي دغيا دغيا وكاين اللي كطول كتسمى لي طا دو مات كيبقى فيها. نعم. ما فاش كيتولي الخطر اذا نعيطوا الاسعاف في اي وقت زعما بالزربه. نعم. هذه هي النوبه اللي معروفه بزاف. كاين اللي كنسموها حنا السهو. كيكون ديك الطفل جالس تايهضر حتى واحد الوقت كيشوف بلاصه وحده. نعم. كيجي من الله بحال لا غيب. بس كتكون فيها غير 10 سكوند هذا ما كيردوش البال. وهاد الاطفال كيتعنفوا في القسم بعض المرات تيقول ليه ما نتبعش فيك كتفكر في زهيتي. هو ديك الساعه راه غايب. نعم. واخا كنقيسوه بالمرات ما تيتجاوبش. نعم. ومن بعد واحد الوقت بحال رجع جا ورجع. نعم دكتور. بعض المرات عينو كيبداو يفرفروا بعض المرات كيبدا يدير بحال كيبلع. نعم دكتور. كيبدا هذا اذا هادو خصنا نردوا البال واش ماشي السهو. وديما في هاد العاميه كاين الصراع ديال اللي كنسموها ميوكلوني. ميو هي عضله كلوني هي قفزه. اللي كيقدر يقيس يلاه صباع ولا يد ولا رجل ولا بزاف ديال العضلات. نعم. تيبقى جالس لا مثلا هز واحد الكاس في يدو تيتهرق ولا معلقه كطير له من يدو ولا ستيلو كيدير بحال تخربيشه. نعم. اذا هاد الاطفال تا هما تيخصنا نردوا لهم البال ماشي تنقولوا راه صافي غير تخدع تنبقاو نعطيو بعض التفسيرات وتنخليو المشكل الحقيقي. نعم. نعم. كاين عند الاطفال الصغار اللي عاد تولدوا تا هما عندهم بزاف ديال الانواع ديال الصرع وما صعيب هذا بعد ما تولي كله حمر ومزنق بعد مرات تبدا يحرك غير شي بلاصه في وجهه بعد ما تغي تيفيكسي الشوفه في بلاصه وحده في الجنب ويبقى هذا ما يحركش بعد ما كيجي يحبس التنفس. نعم. كاين بعد ما كيبقى يتحرك كاملين. وكاين اللي كنسميوه لو سبازم هو هذيك الطفل اللي تيكون جالس حتى كي بحال تخلع. نعم. كيقفز كامل ويجبد يدو كيجبد يدو بجوج ورجلو بجوج بحال محلولين. نعم. وكاين بعد كيتكمش كله. نعم. وكيبكي بعد مرات موراها. دونك هادو كلهم انواع ديال الصراع العام. نعم. واعراض ما نردو له البال. واعراض على حسب حده الحاله دكتور عبد الاله. بل ما تكون غير خفيفه. نعم. كتكون خفيفة يلاه بعد ما تقول ما عرف بالو كيدير بحال هكا. نعم. واقيلا تخلع واقيلا ما نعش مزيان. نعم. كنبقاو نعطيو بحال هكذا. نعم. وبعد ما كتكون باينة لأي واحد وكتعاود بحال دابا هذاك الساهو كاين أطفال اللي كيديروا حتى 30 50 مرة في النهار. نهار. وملي كنديروا لهم الشبكة لأن الشبكة هي العبر ديال الضوء هي باش نعبروا الضوء ديال الحيط. إيه. غير هذه صغيرة كتعطينا الضوء لأن المخ الضوء ديال الدماغ ماشي هو الضوء ديال الدار. نعم. كنلقاو بانه تيدير حتى 50 60 حاله في اليوم. نعم يعني بشكل متواصل ومستمر دكتور. وما تنردولوش البال لان كيكون خفيف 3 نعم. ديال السكوند 10 سكوند كاع اذا طولت. نعم. طيب دكتور هنا كيجي العلاج والعلاج خاصو مراحل وخاصو كذلك كما قلتي تعاون ما بين الاسره وما بين يعني الطبيب المختص. غدا ان شاء الله نتكلموا على هذه المراحل هذه بتفصيل ونحاولوا نقربوا المستمعين والمستمعات من هذه الحالات المرضيه اللي ممكن دكتور تكون بيناتنا وحنا ما رادينش البال دكتور عبد الاله المداني. شكرا لك شكرا لك. مشكور جدا مختص في طب الاطفال والامراض العصبيه عند الطفل بالرباط.